في وسط سوق ومزحوم بالناس والعالم، رجل وزوجته يمشون. انفك الله يسلمكم ملحده حق زوجته، جزمه زوجته، ونزل زي ما تشوفون بالصوره، وربط لها اللي هو الاسلاك حقات الحذاء حقات زوجته، وربط لها. بعد ما ربط قام ومشى. قالت له هي، يعني وش قالت له؟ قالت له: كيف رجولتك سمحت لك ان تكون في هذا الموقف المحرج قدام الناس؟ فعلا صحيح الخامة صح؟ تدرون ايش قال لها؟ ها؟ قال لها: كيف اكون رجل وانت تنحنين امام الرجال؟ الله عليك، ارسلوها بالله للي يخلون زوجاتهم يبثون، واللي يبث بجنب زوجته، واللي يخلي بناته يطلعين بالبثون، ارسلوا له. بس انحنى، نزل لها تحت، سوى نعولها علشان ما تنحني زوجته قدام العالم. ايش رايكم؟ اكتبونا بالكومنتات نفيد ونستفيد.